مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الغني والبخيل. للكاتبين عبد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. الراوي لما رباح. شارك في الأداء نجم العطشان ومازن الهشلمون. عاش أخوان في بيت واحد حينا من الزمن، ثم تزوجا فقسما البيت قسمين، بينهما جدار رقيق لا يأمن المتكلم في أحد جانبيه أن يسمعه من في الجانب الآخر. وذات مرة كان أحد الأخوين يحرث الأرض، فعثر على إبريق قديم فيه ذهب كثير قدرت قيمته بألوف الدنانير، وصار صاحبه يعد من كبار الأثرياء. وكان من عادة الأخ الغني إذا رجع إلى البيت أن يبادر لتناول الطعام، فيطلب إلى زوجته ديكا أو فرخة، وتقدم له الزوجة ما طلب بأقصى سرعة ممكنة. وكانت زوجة الأخ الفقير تتألم كثيرا كلما سمعت اسم الديك أو الفرخة يتردد في البيت المجاور، في حين لا يأكل أطفالها سوى الخبز والزيت والزعتر في الغالب والبقل أحيانا. اجتمعت الجارتان ذات مرة، فأخذت زوجة الأخ الغني تشكو سوء حالها، فقالت لها سلفتها: ما الذي يزعجك يا جارة العزيزة؟ تزعجني هذه الحياة المرة التي لا يذوق أولادي فيها لقمة طيبة. لو كان الكلام عن أولاد الذين لا يذوقون اللحم لصدقتك. أولادي أيضا لا يذوقون اللحم. هل تعنين ما تقولين؟ بالطبع. والدجاج الذي تأكلونه يوميا؟ يوميا؟ نحن لم نرى الدجاج منذ عام. والضيوف والفرخات التي يطلبها زوجك كل يوم؟ هذه ليست دجاجا يا جارتي العزيزة. إذن ماذا تكون؟ سأقول لك: الديك عند زوجي هو رأس البصل الكبير، والفرخة هي رأس البصل الصغير. يا للهول، أتعيشون هذه الحياة المرة؟ وعندكم ما عندكم من الذهب؟ صدقنا يا جارتي العزيزة، إن دام هذا الحال فسوف أجن أو أموت قهرا. لا يا جارتي، لا تجني ولا تموتي، المهم إقناع زوجك بتغيير سلوكه. ماذا نفعل؟ لدي خطة ممتازة، ولكنها تحتاج إلى رجلين شديدين. أخي وأخوك مثلا؟ نعم. وناقشت الجارتان الخطة وأبلغتا أخويهما بها وحددتا موعدا لتنفيذها. عند غروب الشمس رجع الأخ الغني إلى بيته، فوجد ديكا وفرخة ورغيفا من خبز الطابون في انتظاره، فالتهمها جميعا وبقي في مكانه ينتظر فنجان القهوة. وكانت زوجته قد وضعت منوما خفيفا في القهوة، فلما شربها غلب عليه النعاس واستسلم للنوم. وصفرت الزوجة، فجاء اثنان من الغرفة المجاورة وكانا يلبسان ثيابا بيضاء بلون الملائكة، فحملاه وذهبا به إلى فسقية في المقبرة القريبة وتركاه فيها ساعة من الزمن. كان ضوء سراج خافت يصارع عتمة الفسقية عندما حاول النائم فتح عينيه، ولكنه تجمد من الرعب عندما رأى شبحين أبيضين، وسمع أحد الشبحين يقول لصاحبه: من هذا يا منكر؟ هذا الذي ظلم نفسه وأهله وجيرانه يا نكير، وماذا فعل؟ كان يأكل البصل فقط ويحرم أهله من اللحم والطيبات، شم فمه. أوف، ما أكره هذه الرائحة
اضربه 20 عصا. وضربه الشبح ضربا موجعا وهو لا يقوى على الأنين من الرعب. وقال الشبح: إن رائحته تؤذي الأموات، هيا هيا نرميه في الخارج. وجره الشبحان بقوة وقذفاه خارج الفسقية، فانتفض وولى وهو يرتجف صوب بيته. ولم ينم كثيرا في تلك الليلة، بل ظل يفكر فيما سببه من معاناة وألم لنفسه وأهله وجيرانه، وتذكر قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقطع على نفسه عهدا بألا يكنز ذهبا أو غيره بعد إذن. وكان أول عمل قام به في صباح اليوم التالي الذهاب إلى السوق، حيث اشترى خروفا سمينا وذبحه وقسمه نصفين، أحدهما لبيته والآخر لبيت أخيه.